في صباح اليوم 22 من شهر يونيو عام 2013، لا صوت يعلو فوق صوت بروفة حشد الإخوان التي جرت الليلة الماضية في ميدان رابعة العدوية، المليونية التي دعت إليها الجماعة وحلفاؤها لدعم الرئيس محمد مرسي، شهدت تهديدات صريحة للرافضين لحكم الجماعة وأيضاً للداعمين للتظاهر ضد الرئيس. الصحف تتابع حالة سعادة باستقالة محافظ الأقصر التي أتت في إثر احتجاجات شعبية كبيرة، وحمى مظاهرات رفض محافظ الأقصر المستقيل سرعان ما تسللت إلى باقي المحافظات المصرية، حيث نظم المواطنون دروعا بشرية رفضا لحركة المحافظين الأخيرة التي أقرها الرئيس محمد مرسي. أزمة المحافظين أتت لتجاور أزمات أخرى كانت أوضاعها تتفاقم دون حل أو تدخل، مثل انقطاع التيار الكهربائي واعتصام المثقفين. وكأن ليلة 22 من شهر يونيو يرفض الرحيل دون إيداع هموم جديدة داخل حافظة المصريين المثقلة بالأوجاع.